مساء الخير. يعتبر الشعور بالامتنان أمر أساسي من أجل القدرة على النظر بإيجابية للحياة، لأنه بيساعدنا على تقدير الأشياء الجيدة بحياتنا. فبدلاً من التركيز على الأشياء يلي ما بتمشي بشكل جيد بالحياة، بعلمك التعود على الشعور بالامتنان أنك تركز على الأمور الإيجابية. فكر كل يوم بالأمور يلي بتلاقي نفسك شاكر لوجودها. مساء الخير لكم جميعاً، ومساء الخير لورد. مساء الخير يا مشلين. على طول منفكر بإيجابية صح، ولكن ما بيعني أنه نحاول نزيف الحقائق ونتجاهل مواقف الحياة الأقل متعة. فالمقصود بالتفكير الإيجابي أنه نتعامل مع المواقف المزعجة بطريقة أكثر إيجابية وإنتاجية، وأنه نعتقد أنه الأفضل رح يصير وليس الأسوأ هو اللي رح يصير. أكيد بحلقتنا لليوم ورد، ومثل العادة في عنا الكثير من العناوين، خلونا نعرفهم مع بعض. العمل أسلوب لكسب الرزق ولقمة العيش، فكيف نحول هذا العمل إلى عبادة؟ عزيزي الصائم، كيف تتجنب العصبية؟ متى يجب أن نأخذ الفيتامينات، وما هي الفيتامينات الخاصة لكل عمر في شهر رمضان؟ احترام الخصوصية واجب ديني وأخلاقي. تنظيم الوقت للطلاب، وما هي أفضل طرق الحفظ والدراسة مع اقتراب الامتحانات؟ رمضان في روسيا، حدث ديني واجتماعي مميز وعادات متوارثة. أطباقنا بالدول العربية والإسلامية غنية على الإفطار والسحور، ولكن يا مشلين يعتبر الأرز بسوريا وسائر الدول العربية من الأطباق الرئيسية برمضان، فبيدخل بتكوين معظم الوجبات. تماماً، يعني الرز شغلة أساسية مع كل الطبخات يلي ممكن نطبخها، حتى ممكن يكون هو يعني الأكلة، هو الأكلة الأساسية مكونة من الرز. مثل مبارح الشيف علاء مثلاً عملنا مقلوبة، فكان الرز هو الأساسي. طبعاً الأرز يعتبر من بين أهم الأغذية للصائم، كونه بشكل وجبة قائمة بحد ذاتها، كما أنه يمكن تقديمه مع أطعمة أخرى نظراً لخفته وسهولة هضمه، بالإضافة إلى أنه هو غني بالألياف ومصدر جيد للطاقة والعديد من الفوائد يلي رح نعرفها مع بعض. يعد الأرز من الأطباق الرئيسية بشهر رمضان، فهو بيدخل بتكوين معظم الوجبات وبيعتبر من بين أهم الأغذية للصائم، كونه بشكل وجبة قائمة بحد ذاتها، كما يمكن تقديمه مع أطعمة أخرى نظراً لخفته وسهولة هضمه، بالإضافة لغناه بالألياف يلي بتساعد الجهاز الهضمي على أداء وظائفه بكفاءة عالية. يعد الأرز مصدراً جيداً للطاقة نتيجة النشا الموجود بالجزء الأبيض للحبوب، وهو نشا أو سكر بطيء الامتصاص بيقوم الجسم بهضمه شيئاً فشيء، الأمر اللي بيمنح النشاط للجسم لفترة طويلة، وهو ما بيناسب الصائم. بيحتوي الأرز بمختلف أنواعه على مواد أزوتية، مواد دهنية وألياف وأحماض أمينية، وفي مواد معدنية وفيتامينات بتتركز بالقشرة، إلا أنه الأرز الأسمر هو الأغنى، لأن الأرز الأبيض بيخسر من مواصفاته أثناء التصنيع. بيحتوي الأرز على الأملاح المعدنية، وأهمها المعادن هي السيلينيوم يلي بيقاوم الشوادر الطليقة، والفوسفور يلي بيبني الكتلة العظمية وبيجدد الأنسجة، والزنك يلي بيساعد على التئام الجروح وعلى التمثيل الغذائي. يستعمل كعلاج لحالات الإسهال، وهو بيحتوي على بوتاسيوم وأحماض نباتية أقل من البطاطا. الاستعانة بطبق صغير من الأرز قبل موعد النوم بأربع ساعات ممكن يساعدك على التخلص من الأرق يلي بيصيب البعض بشهر الصيام.
مساء الخير عن جديد لكل يلي عم يشوفونا. مثل العادة يعني بعد بداية حلقتنا بدقائق قليلة بنجي لعند الشيف علاء لحتى نعرف شو محضر لنا من طبخات لليوم. واليوم شوفوا بس يعني الترتيب يلي صاير قبل ما تبلش أساساً الأكلة. يعطيك العافية شيف، شو بدنا نعمل اليوم؟ هلا كثير ايام بتحدث انه بيصير بيقول بدنا ناكل مشاوي وبدنا كذا واللحم غالي وهالقصص، فاليوم رح نساوي مشاوي كباب بالعدس. أيوة حلو، بدنا نشغل منقل يعني بالاستديو؟ ما فهمت. يا ريت، هو لو على الفحم احسن، بس كنا بدنا نعمله اليوم كله بالطواي. تمام، رح نساوي كباب عدس نشكه نظامي بالسيخ ونعمل كباب هندي كمان بالعدس. حلو كثير. ورح نقدم معاه سلطه التبولي هي اللي بتلبق مع المشاوي اكثر شيء. تبولي، يا سلام. طيب طبعاً شو بدنا نبلش؟ بالاضافه للمرافقات الخضار وكذا. هلا اول شيء بدنا نخلط الكباب. هلا شوف ايه بدنا نخلط الكباب. بس كنت اقول لك شيف انه مثل امبارح كان اجانا الكثير هيك من الاتصالات، كثير حابين يسالوا الشيف اشياء عن طبخات معينه بغض النظر اذا كانت عن طبختنا اليوم او اكله ثانيه او حتى اكلات. حلو، مثل ما ذكرت شيف انه رح تبلش بالعشر ايام الاخيره نعمل اكلات حلو مشان العيد ان شاء الله. بنعاد على الجميع يا رب. فيكم تتواصلوا معنا بالارقام يلي عم تظهر اسفل الشاشه لحتى تسألوا الشيف أي سؤال. هلا شوفي ميشلين، العدس فينا ننقعه نقع تقريبا مدة 12 ساعة عفوا، وفينا نسلقه لبين ما استوى صار ما فيه قرطة نهائيا. طيب نطحنه طحن بالماكينة العادية أو إذا مو متوفرة بالخلاط، بس شوي شوي بننزلهم بالخلاط بيصيروا معي هيك. أوكي، بالخلاط العادي بيمشي الحال؟ بالخلاط العادي بيمشي الحال، يعني ما عنده مكنة الكبة يعني. تماما، فينا ننزلهم شوي شوي بالخلاط مشان كله ينضرب مع بعض. طيب وبيوصلوا لنفس النتيجه شايف اللي بياخذوها بالماكينه الكبه تقريبا. هلا هي بالطاحونة الكبه افضل اكيد، بس انا تقصدت اعملها بالخلاط مشان نورجي المنظر كيف ممتاز. بيصير هيك بيصير. بنحط معه دهن الغنم. يعني ما صار الا وحطينا غنم. طبعا بنحط معه ثوم تقريبا كمية 3 سن ثوم، البقدونس بيكون مفروم ناعم، الفلفل والملح حسب الرغبة. طبعا الفلفل طعمته حدي شوي إذا كان كتير، هي الملح طبعا، والبابريكا الحلوة هي الفليفلة الناعمة الحلوة. ما ننسى كمان بدي أخذ أنا نكهة مرق اللحم بريستو. تقريبا بحط ظرف. تمام، لحم هالمرة ما حطيت مو دجاج. مو دجاج. اوكي طبعا هلا بهي المرحلة بدي اطريه انا بالمي، مو مثل اللحم هذا ما بياخذ، اللحم ما بياخذ مي، هذا بده مي شوي لحتى لي احسن انا اتحكم فيه. هلا ميشلين انا رح شكه مثل الكباب، يعني جايب معي سياخ الخشب. سياخ الخشب بنعرف نحن كباب الهندي تكون قطع صغيرة هيك كمان مرسومة بالأصابع. تمام، رح نساوي منها كمان بهاي الطريقة. ورح أقدم معه المشاوي الخضار المشوية كلها، البطاطا، البصل، الباذنجان، الكوسة، الفليفلة نوعين، والفطر. ورح نساوي معه بيواز عملناه المرة الماضية، البيواز اللي هو بقدونس، بصل، فليفلة حمراء، وقشر البندورة السميك يعني منزوع اللب منها مع دبس الرمان والبيواء والسماء. والسماء يا سلام، طبعا نكهة هي السماء اطيب شيء بالبيواز تكون واضحه. تمام، هلا هي بدها ميشلين بدها دعك منيح. يعني لازم ادعكها منيح، بيطلع تحت ايدي هيك مثل تكتلات مكتله شوي. بدها كثير دعك منيح بتريحني بالشك على السيخ. اوكي طبعا راح اعمل كباب الهندي، صلصه الكباب الهندي نفسها؟ لا بدي اعمل الصوص بندوره. وفليفلي نوعين. أوكي، حمراء وخضراء. راح احط البصل ونحط معاه دبس بندوره. طيب خلينا نبلش، معناتها شايف بين ما خلصت عجن اذا فينا نقول، ناخذ اول اتصال من بيان من دمشق. مساء الخير بيان. بيان مرحبا. للأسف انقطع الاتصال، بدنا نعتذر منك، حاولي ترجعي تتواصلي معنا على الأرقام اللي عم تظهر أسفل الشاشة. يمكن نحن تأخرنا على المشاهدين بالحلو، امبارح الأسئلة كانت على الحلويات
عن الحلويات. ايه بس نحن متقصدين اخر 10 ايام يكونوا هلا بتخيل ما في حدا بلش هلا يعمل حلو، بس يمكن عم يسالوا كرمال بعدين. مزبوط، ان شاء الله نكون نغطي بهالعشرة ايام اغلب الشغلات اللي بتتساوى بالاعياد. يلا اكيد ما بتقصر انت شيف، يعني اساسا كل مره بتعملنا كذا شغله، فهذه المره الجايه ممكن تعمل لك ثلاث انواع حلو مثلا مع بعض. والله عم فكر انه نخصص حلقه بس لل حلو، بس للحلو. يلا اوكي. طبعا نقطعها هيك قطعه بين 30 وال 40 غرام. شكه سهل بهي الطريقه. هلا دائما بدي اوضح شغلي، نحن منشك بهاي الايد اللي في ناس بيحبوا رسمه السيخ. دائما بده يرسم السيخ يرسمه بايد اليسار بهدول الاصبعين. بتطلع معي انا الرسمه اللي بتفضلها كثير ناس، الابهام والوسطى. الابهام والوسطى بيطلع معي شكل بنقول له نحن الوز او زكزاك. ما تحسه زكزاك تمام. بدي ادعك شوي ميشلين بتصير احسن، بتصير احلى. هسه بدي ادعك شوي. اوكي فيك تتكتل. اذا بدك شايف تشتغل شغله ثانيه وبعدين انت بترجع بتدعكها مره ثانيه. رح نحضر الصوص الهندي. طبعا هي بدي استعملها هي الطواي مشان الشوي. الشوي رح نشوي بالزيت النباتي. بالزيت النباتي. بالزيت النباتي. هلا الكباب الهندي زيت زيتون. ناخذ البصل مع الفليفلات كلهم مع بعضهم، الفليفله الحمراء والخضراء. تمام. هي الطريقه خليهم يتلوحوا شوي مع الزيت. بعدين بنحط البندوره. الملح مشان يدبله. طيب شايف بهذا الوقت رح ناخذ اتصال من مريم من دمشق. مساء الخير مريم. مساء الخير. اهلا وسهلا فيكي. مرحبا. اهلا وسهلا فيكي. رمضان كريم. علينا وعليك ان شاء الله. مريم لو سمحتي تسمعيني من سماعه التليفون وتوطي صوت التلفزيون من جنبك. تفضلي الشيف معك اسالي سؤالك. تفضلي. انه نحن عم نشتري الفروج المشوي انه يعني بس نعمله بالبيت انه بتطلع نكهته غير انه المطاعم، يعني شو السبب او شو المكونات اللي بتكون بس شو هو؟ الفروج المشوي وقت ينعمل بالبيت غير نكهة المطاعم، شو هو السبب؟ شو طريقة الشوية؟ في كذا طريقة للشوي. شو طريقة الشوي اللي عم تحكي عنا؟ يعني إنه طريقة بالتتبيلة أو شيء؟ لا، طريقة الشوي اللي بتستعمليها أنت بالصينية بالفرن ولا شوي مثل المحلات على الغاز بالسيخ بينشك بالسيخ؟ لا بالفرن. 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 اوكي شكرا لاتصالك مريم، اكيد الشيف رح يجاوبك. شو شايف شو السر كشف لنا اياه؟ مو سر والله، بس نفسي اكثر الامور. نحن بنركز طبعا بالفروج انه يكون نحن عندنا الخل. بالنقع. بالنقع الخل، دبس الفليفلي، هدول اهم مادتين. تمام. بالاضافه عاد النكهات، في ناس بتحب انه نكهه الكاري تظهر اكثر، بنحط كاري. في مثلا الفلفل، هلا في طريقه كثير حلوه للشوي بالفرن، نخلي الفروج مثل ما هو. طيب ما بين الجلد واللحم. واللحم بنفوت ايدنا هيك، بنفتح الجلد عن اللحم. تمام. هذا بنحشيه كله تقريبا، بندهنه زبده. زبده. زبده مع الاعشاب. عرفتي كيف؟ وبنحط بقلبه حبه ليمون مثل ما هي. شايف انا برايي توطي الغاز، حاسته كثير قوي، خايفه عليهم. طيب بس هيك شايف بنحط الزبده وخلاص؟ بتدهن الزبده من تحت الجلد وتحط بقلبه غار وقرفه وبتحط بقلبه حبه ليمون مثل ما هي مشان يضل منفوخ. تمام. عرفتي كيف؟ منه الليمون بيعطيه زكاوي، بيحافظ على شكله المنفوخ. عرفتي كيف؟ بعدين بتعمل التبله، هي عباره عن دبس فليفله، ملح، فلفل، كاري اذا بدها بتحط، والخل الابيض، وبتدهنه كله بهذا، بتتركه لحتى يتخمر، بتفوته على الفرن. تمام. يعني هي طريقه اكيد في كثير من الطرق، وكل مطعم يمكن بيختلف شيف من مطعم لمطعم مثل ما ذكرت. يمكن في حدا بيطغي نكهه على نكهه أكيد. ولكن بالعموم هيك هيك. وبالفرن فينا نستعين بالكياس الحراريه تبع الفرن، تحطها ضمن كيس تبع الفروج، بيطلع مهبل اكثر. بيطلع مهبل اكثر. تماما. كمان رح ناخذ اتصال من شهد. مساء الخير شهد. مرحبا. اهلا وسهلا فيكي. رمضان كريم. اهلا وعليكم حبيبتي. تفضلي الشيف معك.
بدنا طريقة المعمول بس يطلع معي شقاق. طريقة المعمول؟ شو بعد كلمة معمول؟ بالعجوة. بالعجوة، تمام. نحن شهد مبارح حكينا عن هذا الموضوع والشيف جاوب، وخلال يعني أيام قليلة رح نعملهم على الهواء مع الشيف. هو أنا فيني أعطي، فيني أعطي المواد، بس بدنا نعطي نحن المقادير بشكل غراماج دقيق لأنه الحلو كتير حساس. صحيح. كتير حساس مشلين. فخلص شهد تابعينا أكيد بهاليومين رح الشيف يعملهم على الهواء، وحتى رح يعملنا أشكال كتير مميزة ممكن تستفيدوا منها. هلا عندي الكباب الهندي بدي اتركه شوي لحتى لي يبقى. هلا حطينا عفوا البندوره بقشره. البندوره بقشره تماما، مقطعه قطع صغيره رفيعه بتتناسب مع التقطيعات. فليفله حمراء وخضراء مع البصل والبندوره، حطيت رشه ملح ورشه فلفل، وبدي استعين بدبس الرمان شوي، رشه دبس صغيره. دبس الرمان هاي ما بس مو هلا، قبل اخر شيء. بدك عم تقول لي قبل اخر شيء. طيب. قبل اخر شيء اوكي. هلا التبولي كمان رح خليها للفقره الثانيه، شو رايك؟ اوكي مثل ما بتريد. التبولي يمكن امور اسهل. ايه مجهزه انا بس بدها تطبيق. تمام. طيب معناتها هلا بدنا نرجع لهي ندعكها ونشك الكباب ونبلش اوكي. معناتها انا رح اتركك شيف لحتى انت ترجع تدعك الكباب، بيكون صار كمان الصوص. واخر شيء مثل ما اتفقنا مع الشيف رح نعمل التبوله، وهلا انا رح ارجع لعند ورد. شكرا لك. شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه شيف علاء ومشلين. يعني الاكلات طيبه كالعاده وفيها شغل، وبدها شغل كثير. معك شايف قديش الشيف حاطط غراض. اكيد. مساء الخير فضيله الشيخ. مشاهدينا، العمل عباده والعمل اسلوب لكسب الرزق الحلال ولقمه العيش، وايضا العمل مو مجرد فرض على البعض بمقدار ما هو مجال للالتزام والابداع والتميز والمثابره. مو كل مين اشتغل شغل فهو ابدع فيه. صحيح. ولنشوف اليوم شو يعني العمل الفعال. تماما ورد، بس البعض الاخر كمان العمل عنده هو عذاب، هو مشقه، هو عقوبه. العمل عند هيك ناس هو يعني ان عظمت قضاء واجب لا غير. فكيف ممكن نخلي العمل فعلا يكون عباده، وكيف ممكن نتميز ونخلص بالعمل؟ مع فضيله الشيخ حسان بركات عضو بالفريق الديني الشبابي رح نعرف كل هالمعلومات. مساء الخير واهلا وسهلا فيك عن جديد. مساء الخير، يعطيك العافيه. اهلا وسهلا فيك، رمضان كريم مره ثانيه. مثل ما ذكرنا بالمقدمه، العمل له مرتبه عاليه جدا في الاسلام. اين وضع الاسلام العمل؟ بسم الله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية، المال قوام الحياة. المال قوام الحياة، لا يمكن أن تقوم الحياة من دون مادة، من دون مال، من دون اقتصاد. والمال والاقتصاد لا بد له من العمل، لا بد له من الجد والاجتهاد. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فالله ورسوله سيرى العمل، والمؤمنون أيضا سيرون العمل. الناس سترى عمل الإنسان. فلذلك إذا أراد النجاح في حياته، إذا أراد الفلاح في يعني حياته الاقتصادية والمادية إن صح التعبير، فلا بد له من العمل لتكون قوامة حياته بالمال وبما ينتجه. تمام. دائما بنحكي انه فضيله الشيخ العمل مسؤوليه. يمكن الاشخاص اللي بيحبوا عملهم بيحسوا انه يعني انا بدي اعمل كل شيء على اتم وجه، بدي خلص كل شيء، ما بروح يمكن من شغلي لحتى ما اكون خالص كل اموري. ولكن بالمقابل في اشخاص اخر هم هذا الموضوع، يعني صارت الساعه 2 خلص دوامي، تقوم القيامه ما عندي مشكله، انا خلص دوامي. قديش العمل بحاجه لحس بالمسؤوليه، وكيف الانسان بخلي او بيزرع بنفسه حس المسؤوليه تجاه عمله؟ الله سبحانه وتعالى قال مخاطبا سيدنا داود، وقال سيدنا داود قال ان اعمل سابغات وقدر في السرد اني بما تعملون بصير. أن يعمل سابغات، السابغات هي الدروع التي كانت تستخدم في الحرب. وقدر في السرد، هون البيت القصيد في الآية الكريمة ما تفضلت فيه مدام ميشيلين، وقدر في السرد، يعني التقدير في السرد يعني إتقان العمل، يعني أنه ما يكون العمل الذي يعمله الإنسان إنما هو فض عتب، أو هو يعني أنه أنا واجب علي أنا بدي ساوي. لا، أن يعمل الإنسان بالحب المحبة بيصير الإنسان يبدع. فلما يحب الإنسان عمله يتقن به ويبدع بهذا العمل.
تمام. فإذا الإتقان في العمل ضروري. نعم. وكما أتى في الأثر يعني إن الله إذا يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. نعم. طيب اليوم نحن كتير أعمال من مارسة مفروضة فرض علينا خاصة بشهر رمضان مبارك، كتير من الناس بيتراخوا بيقول لك إنه صايم ورمضان أنا ما فيني أقوم بواجباتي، بيقللوا المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص كمان ساعات الدوام، كتير من المهام تؤجل إلى ما بعد رمضان. رمضان يتنافى مع العمل؟ العمل أليس عبادة؟ أين العمل في رمضان؟ أستاذ ورد، العمل عبادة، هذه المقولة معناها صحيح، طبعا هي ليست حديث للنبي للتوضيح للسادة المشاهدين، العمل عبادة لكن معناها صحيح 100%، العمل عبادة. بالنسبة لشهر رمضان ورد عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أن في شهر رمضان يؤجر من خفف على عامله، يعني في رمضان في عمل، ولكن يعني الإنسان لزيادة المشقة بسبب الصوم، بسبب ترك الطعام والشراب، اللي هو الطعام والشراب سبب نشاط الجسم لأداء العمل، لذلك سيدنا النبي حثنا أن نخفف على يعني العمال في أثناء الصيام، نخفف وليس نمنع العمل أو نوقفهم، بل إن الأجر على قدر المشقة، يعني الأجر على قدر المشقة، لما بيصير في مشقة أكثر، لما بيصير في تعب أكثر، فسيكون الأجر عند الله سبحانه وتعالى أكثر. الله تعالى يقول الآية اللي بدأنا بها، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فالله سبحانه وتعالى يرى عمل الإنسان الذي يعمل وهو في رمضان، وهو يجتهد في العمل ليؤمن قوت عياله، ليؤمن لي يعني يكف نفسه عن السؤال من الناس والطلب والحاجة للناس. طيب فضيلة الشيخ، خلينا شوي ننتقل لحتى نحكي عن الإخلاص بمفهومه العمومي، وخاصة كمان الإخلاص بالعمل. نعم، الإخلاص هو أنه يعمل الإنسان العمل يريد به وجه الله سبحانه وتعالى، يريد به رضا الله عز وجل، وأن كان هو في عمله عم يجمع المال، وأن كان هو في عمله عم يحصل أشياء يعني مكاسب دنيوية، ولكنه هو يعمل لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالعمل، لأن الله سبحانه وتعالى أراد لهذا الكون أن يعمر. فلا يمكن أن تكون عمارة هذا الكون من دون عمل. فالإنسان يعمل ويجد ويجتهد ويكسب المال بالحلال طبعا، ومع ذلك فهو لما يخلص عمله ويريد بعمله وجه الله عز وجل يأخذ الأجر من الله سبحانه وتعالى بإخلاصه كما تفضلتي. تمام. الأزمة اللي مرينا فيها فضيلة الشيخ من 10 سنين لليوم خلت كتار من الناس يفقدوا أعمالهم، وكتار من الناس يشتغلوا بمهن غير اختصاصهم. صحيح. نبدأ بالنقطة الأولى، العاطلين عن العمل وما أكثرهم اليوم للأسف، شو ممكن يستفيدوا مثلا من بركات شهر رمضان المبارك لتعلم الصبر أو البحث عن فرصة عمل؟ البحث عن عمل واجب وفرض؟ يعني مثل ما تفضل أستاذ ورد أنه الناس كتير فقدوا أعمالهم، في ناس كان عندهم معامل، في ناس كانوا يعني أصحاب شركات، أصحاب معامل، مدراء، في الأزمة اضطروا أنه فقدوا أعمالهم، فقدوا معاملهم، فقدوا يعني ما يملكون من مقومات للعمل. طيب شو بده يساوي؟ يقعد بالبيت ويسأل الناس ويطلب من الناس. في كثير من الناس بدأوا يعملوا أعمال صغيرة جدا حتى يسدوا حاجتهم وما يطلبوا من أحد، وهذا ما نوى عليه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لأن يحتطب أحدكم، يحتطب يجمع حطب، يعني بداية أنه تقول أنه شو هالشغلة هاي، ولكن إذا أردت أن يعني تكف سؤال الناس وما تسأل حدا وما تهين نفسك بسؤالك للناس، فلازم تشتغل شو ما كانت الشغلة، يعني أنت برأيك أنه هي شغلة ما لها قيمة، ولكن القيمة في عملك، القيمة في سعيك لكسب المال الحلال. فسيدنا النبي قال لأن يحتطب أحدكم، يعني يجمع الحطب، خير له من أن يسأل أحداً أعطاه أم لم يعطيه، خير له من أن يسأل أحداً أعطاه أو لم يعطيه. تمام. فضيلة الشيخ، يعني دائماً خلال شهر رمضان المبارك عم نحكي عن أهمية استثمار هذا الشهر بكل المواضيع يلي فتحناها بالأيام الماضية، اليوم بدنا نعطي نصائح من بعد أذنك لكل متسيب بالعمل، غير منضبط بعمله، نصائح يستثمر هذا الشهر الكريم والمبارك لحتى يحسن هذا الشيء اللي عنده. الإسلام هو دين النظام والتنظيم، تنظيم في الصلاة، تنظيم في الزكاة، أداء الزكاة محددة، تنظيم في الحج، يعني أوقات الحج، كيفية أداء الحج، فحتى في العمل أيضاً هنالك تنظيم.
فالإنسان العاقل ينظم أوقاته وينظم أوقات عمله ويغتنم البكور. يعني هو العلة اللي صارت عنا في مجتمعنا إلا ما رحم ربي التأخر في العمل، إنه إمتى عم ينزل على شغله، إمتى عم يفتحوا المحل. إذا إنسان بده ينزل على السوق يتسوق الآن، إمتى عم يفتحوا المحلات؟ للظهر، لبعض الظهر. يعني اللي كتير كتير عم يبكر بيفتح بالعشرة بالإيداعش، بيستغربوا منه ناس إنه ليش فتحت. فاللي بده يبكر هو يقتدي بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ليبارك الله عز وجل له، هذا دليل نشاطه وهمته ودليل إنه هو مهتم لأمر عمله ولأمر خدمة الناس. لما هو عم يشتغل عم ينوي خدمة الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بورك لأمتي في بكورها، يعني في الوقت الباكر، استثمار الوقت الباكر في العمل. وما يتقاعس الإنسان، مثل ما ورد القصة عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما دخل مسجداً فرأى شاباً جالساً في المسجد، يعني كأنه معتكف قاعد في المسجد زمناً طويل وليس في وقت صلاة، يعني ما في وقت صلاة ولا عبادة. هذا كمان على كلامنا أنه العمل عبادة، صح. فسيدنا عمر قال له شو عم تعمل، شو عم تساي بهذا المعنى بوقت ليس وقت العبادة؟ فقال له وضربه بالدرة، يعني ضرب التأنيب والتذكير، ثم قال له إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. تتعود بالجامع تطلب من الله الرزق دون أن تسعى وتعمل. فهذه نصيحتنا للشباب. حتى كمان أستاذ ورد في قصة للإمام الجنيد ومن الصالحين، قال لما كان في مرحلة الشباب كانوا مجتمعين شباب مع بعضهم البعض حول شيخهم، قال فقال لهم خذوا مني العبرة، خذوا مني العبرة. هو شيخ كبير، يعني بمعنى كبير بالعمر. إنما العمل في الشبيبة، قالوا خذوا مني العبرة، تعلموا مني. الآن وقت العمل، أنتوا في وقت الشبيبة وفي في هذا العمر، فالآن اعملوا ما توصلوا لمرحلة يكون الجسم ما عاد يستطيع للعمل، الجسم ما عم يساعد. يعني هذا الموضوع والكلام موجع ومؤلم بالنسبة لكتار اللي عم يتابعونا، وممكن نكون نحن منهم، إنه في برغبتنا نشتغل كتير قصص بس الظروف ما عم تساعد، ولكن الوضع المادي أيضا معاكس. لذلك الصبر شوي، صحيح، طرق باب الله عز وجل شوي كمان. طيب هون في سؤال، الطلاب اللي ما عندهم عمل ألا يعتبر دراستهم عمل؟ كيف منحثهم على الإخلاص بالدراسة كمان؟ طبعا الطالب اللي عم يدرس وعم يجتهد فهو مؤهل، يعني أو عم يهيئ نفسه ليخوض في الحياة بمجال الدراسة اللي عم يدرسه، هندسة، طب، إلى آخر ما هنالك من يعني اختصاصات عديدة. فهو ينوي في دراسته خدمة الناس، وهذه أعظم شرف، الخدمة وجبر الخواطر. والخلق كلهم عيال الله، أحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. فكل ما كان أنانيتي خالصة لله عز وجل أنه أنا في مجالي في عملي خدمة الناس في هذا العمل. حابب نوه إذا بتسمحوا لي لأمر بالنسبة لعمل المرأة. يعني نحن عم نحكي عن العمل، عم نحكي عن العمل، فلا يختص العمل بالرجل فقط، وإنما أيضا العمل للمرأة. وفي يعني مما يدل على حاجة إنه المرأة لازم تعمل أو لازم تتعلم مهنة، ما مر بنا بالأحداث، الحرب اللي صارت عنا بسوريا، تمام. ففي كتير من النساء ترملوا وفتحوا بيوتهم، يعني وربوا أطفالهم، توفي زوجها بالحرب، سواء كان من يعني بالجيش، الله يرحم الشهداء الجيش أجمعين، أو بأي ظرف كان، فتوفي زوجها، فهي وهي عمرها 20، 22، 23 سنة، وهذا موجود بمجتمعنا، صحيح. وعندها ولدين ثلاثة ما بتعرف تشتغل شيء ولا معها شهادة. فهون بيّن معنى ضرورة إنه المرأة تتعلم المهنة، تتعلم عمل، وحتى ممكن تمارس عمل ولو كان في بيتها، يعني من حياكة وخياطة وغير ذلك من الأعمال. طبعا. والأمثلة بالإسلام كثيرة، صحيح، عن السيدات التاجرات العاملات، صحيح، اللي كانوا يقودوا قوافل. السيدة خديجة، صحيح، رضي الله تعالى عنها، أم المؤمنين، نعم. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عمل معها وقبل أن يتزوجها عليه الصلاة والسلام، وعمل عندها، نعم. تمام. فضيلة الشيخ، يعني سؤال أخير، الأهل دورهم كثير مهم دائما بكل الأمور، بالتربية من وقت ما بيكون الطفل يمكن عمره يوم بتبلش القصص، العادات، صحيح، اللي الأهل بيعملوها حوالين أولادهم، وشوي شوي بيلقنوا يعني المعلومات اللي هو لازم يعرفها، صحيح، وهي التفاصيل. قديش في دور كتير كبير للأهل لحتى هنن يعلموا أولادهم حب العمل، الكسب الحلال. الأهل دورهم كبير في تحفيز الأولاد للعمل، ولكن يظن الناس أنه دور الأهل فقط بأنه اشتغل،
دير بالك على حالك، ادروس. هذه الأوامر غالباً غالباً للشباب للأولاد يعني ما بيستجيبوا للقريب منهم، يعني أمه وأبوه متعود على يدللون، متعود على دلالهم، متعود على حنانهم، فما ممكن يتلقى منهم الأوامر. فطيب شو الحل؟ شو يساوي الأهل حتى يشجعوا أولادهم؟ لازم الأهل يدوروا على أصدقاء صالحين لأولادهم، يجمعوهم فيهم، شوفوا كيف أنه هن حيتعلموا منهم، يدوروا على أصدقاء ناجحين عاملين فاعلين بالمجتمع فيجمعوهم فيهم. فالصاحب ساحب، فقد يعني وغالباً أنه الأولاد يقتنعوا ويتعلموا ويحبوا من رفقاتهم ومن المحيط اللي حواليهم أكثر من الأهل، مع طبعاً الفضل الكبير للوالدين. ولكن هاي طريقة يعني إذا عجز الأب وعجزت الأم يعني ما عم يسمعوا لي كلمة، ما عم يردوا عليه. يمكن فضيلة الشيخ بجيل الشباب يعني أول طلعته الشاب أو الصبية بتحس إنه في شوية تمرد تماماً على الأهل، فهي هيك لفة ظريفة. لازم يصبروا الأهل، كيف الجنة عند أقدام الأمهات، كيف الوالد أوسط أبواب الجنة بتربيتهم وبصبرهم على أولادهم وتحملهم، وإنه هن كيف أنا يعني أنا بفكر وبحتال بعقلي، وإن كان تعبير يعني خطأ إنه احتال، ولكن إنه أنا كيف بدي جيب أجمع المال وكيف بدي لاقي فكرة جيب فيها دخل أكثر، فأنا كمان بدي لاقي فكرة كيف هيئ أولادي للعمل والانخراط في المجتمع ويكونوا عاملين وفاعلين. واليد العليا خير من اليد السفلى كما قال عليه الصلاة والسلام، اليد اللي بتعطي عطول خير من اليد اللي بتسأل. صحيح. ما ضل غير نتشكرك فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا فيك. الله يسلمك. شكرا لك، رمضان كريم وأهلا وسهلا فيك. علينا وعليكم إن شاء الله. شكرا. بينتظر مسلمو روسيا شهر رمضان المبارك بشغف مثل غيرهم من المسلمين، فهنن بيعتبروه فرصة ثمينة من أجل تثبيت دعائم الدين بنفوسهم. ويقيم المسلمين بروسيا واللي بيوصل تعدادهم لأكثر من 28 مليون شعائر الشهر المبارك بارتياد المساجد اللي بيربو عددها بالبلاد على 8000 مسجد تقريبا لأداء الصلوات والدعاء. ويوجد داخل مدينة موسكو وحدها 5 مساجد وجميعها تؤدى فيها الفرائض والشعائر الإسلامية كافة. كيف عم تكون أجواء وعادات وتقاليد شهر رمضان المبارك بروسيا؟ منتابع بهالتقرير. ما بيختلف رمضان بشكله كتير بين العديد من الدول العربية والإسلامية، وبتبين ملامح الشهر الفضيل متحدة بالكتير من الدول حول العالم، خصوصاً إنها متعلقة بالدين الإسلامي. كرمال هيك بيبقى للشهر الكريم لمسة دينية واجتماعية وروحانية وجمالية تتوافق فيها كتير من دول العالم. تقريرنا لليوم من دولة هي بالمجمل غير مسلمة، والمسلمين فيها بشكل تقريباً 33% من مجمل السكان. عم نحكي عن روسيا. المسلمين الروس بيعتبروا شهر رمضان بيتميز عن باقي شهور السنة بروسيا من عادات وتقاليد جميلة بتظهر من بدايته وبتنتهي مع آخر أيامه. هالعادات والتقاليد إلها نكهتها الخاصة لكونها متوارثة منذ القدم. مجمل هالعادات جعلت له الشهر المبارك طابعه الخاص بروسيا، فالناس بيتقربوا من الله سبحانه وتعالى أكثر، وبتزداد فيه صلة القرابة والصداقة بين المسلمين، وبتكثر فيه العزايم والزيارات يلي بتكون بشكل شبه يومي، إلى جانب تبادل الأكلات اللذيذة بين العائلات. بالسنوات الأخيرة تزايد أعداد المطاعم والمحلات المختصة ببيع اللحوم الحلال، وخاصة خلال شهر رمضان. والأحلى من هيك إنه مشتري اللحوم مو بس من مسلمين، وإنما من مختلف الديانات. وعن كيفية المعايشة لرمضان بروسيا، فمثله مثل أي دولة عربية وإسلامية، بتنهض العائلة قبل موعد الفجر بوقت كافي لتحضير تناول وجبة السحور حسب التوقيت بروسيا. تؤدى صلاة الفجر جماعة مع أهل البيت الواحد، وكالعادة بيتوجه أفراد الأسرة إما للعمل أو للدراسة. والفرق الوحيد هو أنه النهار بروسيا طويل جداً،
قياسا مع الدول الإسلامية الأخرى. العائلة كلها بتجتمع حول مائدة الإفطار، ومن بعدها بيجي الوقت لأداء صلاة التراويح في حال قدروا، نظراً لبعد وقلة المساجد. وبتتولى المساجد الرئيسية بروسيا مهمة ختم القرآن الكريم طوال الشهر الفضيل، الأمر يلي بيجعل من هالشهر عيد بيمتد على مدار 30 يوم. لأنه المسلمين الروس بيعتبروا صلاة التراويح مناسبة دينية مهمة جداً بتوحيد المسلمين وتقريب من بعضنا البعض. وعلى صعيد الأكلات الرمضانية بروسيا، فبيغلب على المائدة الروسية طابع الخضروات والفواكه التي تجي من بعد الوجبة الرئيسية من اللحوم والأسماك، وكمان المحاشي والفطاير يلي تعتبر بحد ذاتها وجبة دسمة. أما جانب الحلويات فبيكتفي مسلمو روسيا بالفواكه، والعزايم والزيارات بيعملوا فيها بعض الحلويات مثل كيك العسل. أهلا وسهلا فيكم مرة تانية أعزائي المشاهدين. بعد ما شفنا شلون تبلنا نحن العدس المطحون مع دهن الغنم والملح والفلفل والبابريكا، شكيناه نحن ومرق الدجاج بريستو، حطينا مرق اللحم اليوم. هلأ بنشويهم، كونه بالبيت بدنا نساوي، ما فينا نشغل فحم، في على الفحم أزبط، ونحطهم بهي الطريقة بصير بيستوي معي الكباب بهذا الشكل. نحط شوية زيت أبيض، بالإضافة منصير من إحنا بنعمل الخضرة مشان كمان الكباب ياخد طعم وزكاوي. هاي الكوسة بهذا الشكل مقطعة شرحات، بدنا نحط الباذنجان، هاي حبتين باذنجان. إحنا عم نساوي هلا تقريبا طبق وجبة لشخص واحد. طبعا كمان الكباب الهندي انا شكلته بهي الطريقه بايدي بهي الشكل، بنحطها بين ايدينا بنعملها هيك بنكبسها هيك بيطلع معي على شكل السيخ. فيني احطها مباشره بالصوص اغليها، وفيني اخذها شوي نفس ما عم تقوم بشوي السياخ هون. طبعا المده ما انا طويله هون لازم تكون، لانه انا العدس عندي مستوي. تقريباً 5-6 دقائق كل سيخ بياخد معي وقت. البصل هالأيام جاي فيه مي كتير منيح، بعطيه بس لون بهذا الشكل بهي الطريقة. طبعاً صوص الكباب الهندي صار عندي تقريباً جاهز، بده 4 دقائق ل5 دقائق بصير جاهز. برجع بعيد زيت الزيتون مع البصل والفليفلي نوعين حمرة وخضرة مع البندورة، ملح وفلفل، بستعين بشوية دبس رمان مشان يعطيني حموضة طيبة. تقريبا صار عندي جاهز. بهي الأثناء رح نعمل أنا وياكم مثل ما سوينا المرة الماضية البيواز، اللي هي مرافق رح تكون للصحن الكباب اليوم. طبعا بيلزمني البقدونس مقطع خشن بهي الطريقة، هاي الكمية. طبعا البصل مقطع جوانح جوليان بهي الطريقة، وهي الفليفلي الحمراء، وقش البندورة سميكي تكون ما فيها لب بهي الطريقة. فينا كمان السماء، ما ننسى السماء مادة أساسية بالبيواز، ودبس الرمان منحرك منحطها مرافقات مع المشاوي، أو فينا نحطها ضمن خبز ونلفها مثل السندويشات ونقطعها ترنشات ونقدمها. طبعا راح اقدم المخلل، وشوي كمان راح نعمل التبولي مع بعض. بلش ياخذ لون عندي السيخ، على الهدى بجوز نتعرض انه يفرد فرط، هذا بلشت العمليات تفرط. تقريبا هيك السيخ يطلع عندي بهذا الشكل. انا عملت موديلين، موديل قطع مقطع قطع صغيره، وموديل سيخ طويل.
بهذا الشكل. نقص الزيت ونضيف شوية زيت. طبعا النار بدها تكون وسط النار، ما تكون لا قوية ولا ضعيفة. عندي حبات البطاطا بهذا الشكل، البندورة كمان، الفطر رح اشوي فطر، نحط حبات فطر مثل ما هي او نحط حبات فطر مقسمة، الفليفلة نوعين مع الخضرة والحمرة، البصل استوى. هلا صار الصوص كمان عندي جاهز، هلا بطفي تحته وبتركه يتهدى لحاله. بهي الاثناء انا راح استكمل اني شوي كل السياخ اللي شكيتهم، راح نرجع لعند ورد وميشلين، بدي انا شوي وقت لانه الله يعطيك العافيه يا شيخ، الوقت كله معك وبنشوف النتيجه بالختام. شكرا كثير. شكرا لكم. هل يحتاج الصائم لتناول المكملات الغذائية والفيتامينات أثناء فترة الصوم؟ سؤال بيتكرر مع هلال رمضان من لما يبلش الشهر وبيضل مستمر لهلال العيد، وبنسأل بدنا فيتامينات ولا لا؟ تماماً، فإمتى لازم ناخد الفيتامينات وكيف لازم ناخدها؟ وهل في فيتامينات خاصة لكل عمر؟ هالمعلومات رح تجاوبنا عليها الصيدلانية نور بيطار. مساء الخير نور، أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكي، رمضان كريم. آمين يا رب العالمين. يعطيكي ألف عافية. نبلش بالسؤال الجوهري وهيك نعطيه بشكل مباشر، نحتاج فيتامينات أثناء الصوم ولا لا؟ هلا لك وين القصة؟ إنه نحن كشعب عربي ما عندنا كثير ثقافة ووعي إنه نحن قدين النسب يلي عنا إياها. هلأ أنا من خلال دوامي بصيدليتي بشكل يومي إنه بتجي بتلاقي الأشخاص بيقولك أنا عم بشعر بتعب، عم بشعر بجهد، عم بشعر ب يعني في تعب داخل جسمي. أوكي أعطيني الفيتامين المعين. وصف لحاله كتير. لا أعطيني تشكيلة الفيتامينات، أعطيني المالتي فيتامينز. تمام. فأنا بجي أنا دائما بحب الشغل الدقيق، الشغل الصح العملي. بقول لهم نروح بنعمل تحليل وبنرجع مشان نعرف النسب، لأنه نحن عندنا مجموعة كبيرة من الـ A to Z من الفيتامينات، فممكن شيء مرتفع شيء نازل، يعني اختلاف من شخص لشخص بتفرق. فنتيجة لإله بيروح بيعمل تحليل، بعد منه بيجي بناء على التحليل بنشوف شو اللي ناقصه وشو اللي بنعطيه، أما بشكل عشوائي لأنه الزايد أخو الناقص. فنحن ياخذ اوفر دوز وبعد منا تطلع عنده اعراض. على فكره حتى زياده الفيتامينات بتعطينا تعب وارهاق، يعني نقصانه مثل زيادتها له اعراض طبعاً سلبيه. دكتورة نور، يعني هلا نحن العالم اللي شاغل باله صرنا سنة زمان هو فيروس كورونا، وشو الفيتامينات اللي لازم اخذهم، اكل هيك ما اكل هيك، زنك ولا فيتامين دال ولا سي، عاجق القصص هيك كلها على بعضها. وهلا بيجي الصيام كمان، في كثير اشخاص بتقل مناعتهم بصير خوفهم اضعاف، فهل خلال هذا الشهر المبارك خلال فترة الصيام لازم ناخذ فيتامينات بغض النظر انه في نقص ولا ما في نقص لانه في عندنا كورونا؟ تمام عزيزتي، نحن في عنا بعض الفيتامينات الرافعة على المناعة مثل الفيتامين سي، مثل الزنك. أوريدي بشكل عام كل الفيتامينات هي رافعة على المناعة، بتحسس بتشجع الجهاز المناعي إنه يقوم يشتغل. تمام. مثل الزنك والفيتامين سي، مشان هيك نحن بنقوله للمريض أو للأشخاص عامة خذ كل يوم حبة واحدة فيتامين سي مع زنك. تمام. لمدة يوم واحد، كل يوم حبة واحدة. قصدي لمدة قد 3 شهور. هلا يفترض هذا الشيء بناء على التحليل. يعني انا عفوا ممكن نسبة الزنك عنده مرتفعة. ما بصير. ما بصير، لا حرام. تجي بتاخذ وحدة بس كل يوم، وحدة لمدة تقريبا ماكسيموم شهر، بعد هذا الشهر اعمل تحليل، روح شوف انت عندك اوفر دوز ولا لا. تمام. لانه الشغل على العمياني غلط. صح. تمام. خاصة في فيتامينات ومعادن زيادة نسبتهم المعتادة بتعمل سمية. تمام. أو بتعمل غثيان وبتعمل. تمام. أعراض إقياء. بدنا نذكر إنه الأرقام أسفل الشاشة هي لتتصلوا فينا مشاهدينا وتطرحوا أي استفسار على الدكتورة أو على أي ضيف موجود معنا برمضان بيجمعنا ليجاوبكم عن استفساراتكم. عندنا مثل الزنك والسي، عند زيادتهم بيعملوا إسهال، بيعملوا تلبك معوي، بيعملوا أوجاع بالبطن، مغص. فبيجي بيقول لك أنا مغص، أعطيني كمان، ناقصني فيتامينات، ناقصني ما بعرف شو. لا حبيبي انطور، أنت روح اعمل تحليل. أوكي. خلي شغلنا صح 100%. طيب نرجع نذكر أنفسنا والمشاهدين بالفيتامينات المنحلة بالدسم والفيتامينات المنحلة بالماء. بالماء. أي فيتامين أنا فيني أخذه على الريق بدون أكل، وأي فيتامين إذا أخذته على الريق معناتها كأنه عم بشرب مي؟
الخطأ الشائع جداً عن 90% من الشعب السوري عنا نقص بفيتامين دال، وعلى تحدي يعني أنت وأنتي وأنا كمان أولكم عنا نسب الفيتامين دال. اشتهيت يجيني مريض إنه ما عنده نقص فيتامين دال، كله عنا نقص فيتامين دال، كلنا عنا نقص، لأنه نحن عيشتنا ما عادت مثل أول بالبيوت العربية. حتى لو عم باخذ أنا مثلاً 5000 وحدة كل 3 أيام من مدة هلأ أوريدي أنت عم تاخذ لقدي؟ من مدة 6 شهور كل 3 أيام. لا أوكي إذا أنت عم تاخذ ممتاز. أنا بس 10,000 إذا أنت خلصت. أيوة هذا نفذنا أنا ومشلين. ممتاز، بس وين القصة؟ القصة أنه بيجي المريض بيقول لي صار لي 4-5 شهور عم باخذ فيتامين دال، وعملت تحليل مثل ما هو، الشركة سيئة، الدواء مو فعال، ما بعرف شو، بيجي بيقول لي أوكي تعال هون، إيمت عم تاخذه؟ بيجي بيقول لي صبح على الفطور، شو عم تفطر؟ سندويشة لبنة. قال له شغلك خطأ 100%، مثل ما هلا ذكرت حضرتك إنه نحن عندنا الفيتامين دال هو زيت. والزيت بده زيت لينحل يمتص، تمام؟ بده وجبة دسمة. يسلم تمك، بده وجبة دسمة، انه بدك يعني غدا بدك زيت، ان شاء الله مع زيت وزعتر تاخده، بس بدنا بالمعدة يكون في زيت كرمال ينحل وبعد منه يمتص. طيب ناخذ اول اتصال صار جاهز معنا. يحيى مساء الخير. يا يحيى يحيى مساء الخير. اهلا وسهلا فيك، نطلب من الزملاء يعلوا لنا السبيكر بس شوي. سؤالك للدكتورة تفضل. يعطيك العافية. الله يعافيك، أهلا وسهلا. ألو. أهلين يحيى، نحن عم نسمعك، تفضل سؤالك. يعطيك العافية، رمضان كريم على الجميع. علينا وعليك يا رب. هلا بدي أسأل الدكتورة على الفيتامين بلاس. تفضل. أوكي. بشو وضع يعني منيحة؟ عم يقول إنه فيتامينات إنه منيحة لجسم وهيك شيء يعني. شو هو يحيى فيتامين شو؟ دال. بلاس بلاس. أنت عم تعطي اسم تجاري أو عم تعطي اسم فيتامين؟ اسم فيتامين. لا اسم فيتامين اسمه بلاس، هذا من الصيدلية بجيبه. بلاك؟ لا دال، فيتامين دال. لا لا بلاك عم يقول. أنا أول مرة بسمع باسم هيك فيتامين بصراحة. هو منتج تجاري ممكن بيحتوي عدة فيتامينات. في فيتامين معين حابب تسأل عنه؟ عملت تحليل فيتامينات؟ في شيء وجهوك الدكاترة؟ لا ما عملت تحليل فيتامينات، بس يا ريت تنصحني، بس يا ريت تنصحني على شيء فيتامين يعني معين انه اوكي. رح تسمع خلال الفقرة نصائح عديدة اكيد ان شاء الله. صحة والسلامة لك. يبدو عم يسأل عن اسم مثل الأسامي الموجودة بالأسواق اللي بتحتوي فيتامينز. أنا ما كثير بحب إنه أجيب أسماء تجارية صراحة يعني. تماماً. بس أنا من الأشخاص المشجعة للسوق السورية، لأنه فعلاً أنا فتت على معامل، شفت بنفسي، حللت بإيدي بالمخبر، فعلاً في عنا أدوية أكثر من رائعة. وعدا عن إنه في معر بالرغم من غلاء الأسعار في عنا أدوية كثير ممتازة. يعني عندك ممكن هلأ الكثير الفيتامينات المهمة برمضان للشخص ينتبه إنه تنقص عنده، الأوميجا 3، الفيتامين د، عندك الفيتامين اي، عندك اهم شيء كمان فيتامينات الاعصاب مثل النوربيون 1-6-12، هذول كثير مسؤولين عن الاعصاب. عندك كمان كثير مهم انه ننتبه نحن البسيليوم. البسيليوم هو مثل مادة من القمح وجنين القمح، بتتاخد عند الكبار بالعمر مشان ما تعمل الامساك، عسر هضم، هدول القصص، لانه نحن برمضان كثير بصير عندنا مشاكل معويه هضميه ومعويه اكيد كمان. طبعا. رح ناخذ اتصال جديد. مساء الخير ريم. مساء الخير ريم. الو اهلا وسهلا فيكي، تفضلي الدكتوره مع حضرتك. يعطيك العافيه دكتوره. اهلين حبيبتي، اهلا وسهلا. اهلا فيكي، بس بدي اسالك دكتور على حفر الدم. على شو؟ فقر الدم. فقر الدم. اوكي شو السؤال ريم بالضبط؟ انه يعني بدور انا معي فقر دم، باني زود نقص منه، معي فقر دم، فقر دمي 10. اوكي تمام. خضابه 10. خضابه 10 تمام. خضابه 10 وعطوم، وبحس هيك بدوخه وبخفقان قلب. تمام ممتاز. هلا هذه القصه. اوكي هي القصه اللي كنا عم نحكي فيها. قد ايه عمرك؟ عمري 27. 27. اوكي ان شاء الله نعمل كله يا رب. شكرا هلأ هو... لك ريم. هلا هو القصه انه نحن كثير عندنا مؤشرات بتعطينا على وقت ينقص اي فيتامين او اي معدن، حتى احيانا من الاظافر بننتبه، من الشعر بننتبه، احيانا من ريحه اكسده طالعه من الجسم بننتبه. بالنسبه للهته والدوخه اللي عندها اياها صح هي نتيجه فقر الحديد، وهي منيح اللي عامله تحليل وطالع عندها 10، ف
هلا هي فيها تاخذ، انا بفضل الكنور دائما نلجأ للشيء الطبيعي، يعني تاكل العدس، تاكل اللحمه، تاكل السبانخ، المصادر الطبيعيه افضل بكثير، لانه بنفس الوقت مو بس بتعطينا الفيتامينات والمعادن، بتعطينا الياف، وهي الالياف بتحرك الجسم كثير، عدا عن انه الجسم كله عباره عن خليه، فاذا فوتنا عليه الياف بيتحرك الجسم، بصير في عندنا حياه اكثر، احسن مما نحن نعطيه حبه ويمتص الجسم بس الامعاء واقفه ما انا عم تتحرك. صح تمام. خليتيني اتذكر سؤال ممكن يكون خاطر على بال كثير من الاشخاص، في كثير عالم بتنتبه كثير للفيتامينات وعندهم مثل نوع من الهوس اذا فينا نقول بالفيتامينات، وبينسوا انه هن بدهم ياكلوا، هل ممكن انواع الفيتامينات او المكملات الغذائيه تكون بديل للغذاء؟ لا طبعا ابدا ما انا بديل، هلا هي مكملات او متممات يعني اسمها. من كلمه تمام، هي اسمها متممات لانه ما نحن ما يعني ما رح نقدر نعطي المريض حبه خذها وانت خالص تمام. هلا في كثير صبايا بيلجأوا لهي قصص اثناء الدايت، وللعلم هي الفيتامينات العالم يلي بتخاف منها بتقلك لا بتسمن، لا بتسمن، كل مريض بيجي ايه لا بتسمن، لا بتفتح الشهيه، لا بتنفشني. يا حبيبتي انت ما رح تسمني من 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 حبه الفيتامين، الفيتامين بيفتح الشهيه فبتقلك انه اوكي قومي كلي، فانت اوريدي بتقومي بتاكلي فانت حتسمني من الاكل اللي اكلتيه، مو الفيتامين اللي سمنك تمام، بس انه هو بيحفز انه بيفتح أوكي. الشهيه ايه بيفتح الشهيه. طيب. عفوا بس لجاوب للصبيه، هي بدها تاخذ حبه واحده يوميا حديد، بس إذا معدتها بتحرقها أو بتجعها لازم تأخذ قبل منها واقي، ومع العلم يفضل شرب مع الفيتامين سي لأنه كتير بيعزز امتصاص الحديد، ويفضل أنه تنتبه لقصة العفواً الإمساك عندها لأنه الحديد كتير بيعمل إمساك وحرق بالمعدة. ختاماً دكتورة بيقولوا لك إذا ما ضر إذا ما فاد ما بيضر الفيتامين، حبة الفيتامين إذا ما فادت ما بتضر، قديش نسبة وجود فيتامين معين بالدم أو الجسم تمنع امتصاص فيتامين آخر؟ يعني التلقيم الراجع بين الفيتامينات قديش بيلعب لعبه؟ كتير كتير سيء على فكرة هو زيادة الفيتامينات. العالم بتقلك زيادة الخير بركة، لا حبيبي زيادة الخير ما أنا بركة، لازم تاخد نسبة معينة جد لأنه ما بتعرفي قديه بتضر. يعني صدقا نحن يوميا بيجينا مريض عم ياخذ تخبيص دوائي من عنده، وهذا شيء انا كثير غلط طبعا. اعطيني كل ادويتك لرتب لك اياهم نظم لك اياهم، هذا خذوا هيك هذا خذوا هيك، وفي عنا كثير ادويه احيانا بتكون بطل، يعني انت بدك تفرغ له الساحه ما بصير تجمع معه كذا دواء ثاني. فلا انا مع الشغل الدقيق العلمي، روح اعمل تحليل، راجع طبيبك، اعطينا التحليل نقراه نقطه نقطه، انت هون ناقصك خذ هيك خذ هيك خذ هيك. بس انا يعني في شيء حلو انه احيانا وقت اشخاص بدنا نضل بالرينج الوسط، اشتري مثلا علبة أوميغا، علبة فيتامينات معينة من الـ A to Z، علبة حديد، علبة الزنك والسي مع بعض، حطهم عندك بزاوية المطبخ، إن شاء الله مرقت يوم أخذت منهم واحدة واحدة، بتقطش يومين تنسى يومين، بعد منها بترجع بتاخذ واحدة بترجع بتقطش يومين، فأنت أوريدي بتضل بالرينج الآمن على كل، يعني بيكون بدمك في فيتامينات معتدلة تمام، فانت قصرت بالاكل هن بيعوضوك تمام، وان اخذت يون وكان عندك اوفر دوز فلا، يعني مثل بترممي اول باول تماما. بدنا نشكرك كثير دكتوره نور على هالمعلومات اللي قدمتي لنا اياها، ومشكوره جدا لانه للاسف في بعض الصيادله ما فينا نقول عدد كبير بيوصف مثل ما بده، اي حدا قال له اعطيني الدواء الفلاني فهو بيعطيها، اكيد في دكاتره مختصين ان موجودين لحتى يرشدونا ويساعدونا، في مخابر لحتى نروح عليها ونتاكد من هذا الموضوع بعدين نلجا للصيدلي لحتى هو يفيدنا. شكرا كثير لك، يعطيك الف عافيه وربنا كريم. يعطيك الف عافيه. الله يعطيك حبيبتي. تعرف العصبيه على ان الشعور بالضيق والتوتر والقلق والانفعال بشكل مبالغ فيه، وعاده تظهر العصبية بصورة صراخ أو يمكن مشاجرات مع الأشخاص المحيطين. تماماً ورد، وللأسف هي الحالة منلاقيها بكثرة خلال فترة الصيام. اللهم أني صائم وبينزل بالشخص اللي جنبه. وبشكل عام يعني نحن بدنا نحكي بتقريرنا لليوم عن هذا الموضوع، لهيك سألنا الناس عن الطرق والعادات يلي بيتبعوها وقت بيحسوا بالعصبية بشهر رمضان. يا
يعتبر شهر رمضان بروحانياته العالية والإيمانيات يلي بتملى ساعات الصوم شهر لتهدئة النفوس وزيادة الألفة بين البشر ومحاولة الابتعاد عن الانفعال والعصبية، ولكن في بعض الحالات يلي بتعبر عن عكس مبادئ رمضان فبتزداد العصبية وحدة التوتر والانفعالات كمان بتزيد عندها واللي ممكن تتطور لشجار لأقل الأسباب. لما تعصب شو تتفشش وبمين؟ والله يعني بتفشل اكثر شيء باولادي وانا اكثر شيء يعني بيجي على بالي الشاي، يعني الشاي اكثر شيء بيجي على بالي اكثر من المي والاكل، يعني شوي شوي بس مو معظم الاحيان. هلا التعصيب سببه هو النظام، بيختلف شهر الصيام شهر الفضيل بيختلف النظام، بس بكل الاحوال هو ثلاث حبات تمر على الريق على الفطور على السحور كافي لانه ضبط الوضع الجسم كله سوفت وير. يعني بالبيت يعني عصبت على شغل البيت تقريبا يعني هيك شيء، وتفششت بالنوم. يعني اكثر شيء انا بتفشش فيه بالنوم، يعني بكون معصب بنام، لا بحب اعمل ضوجه ولا بحب اعمل قروشه بالبيت ولا شيء، خلاص حط راسي وبنام. والله انا هذيك انا بعصب مو يعني انا مريض سكري على فكره وعم صوم الحمد لله. عرفت علي شلون؟ تعصيب ما في تعصيب رمضان الحمد لله. رمضان هذا صيام كل الايام انه بس رمضان لرب العالمين يعني، ولذلك ليش يعصب الانسان؟ ما نحن كل يوم نتفشفش ببعض، خاصه اذا صيام واحد بكون نشفان ريقه ومستني الثاني عم نقرا والنقرا. والله انا بعصب غصبا عني برمضان. رمضان شهر كريم سبحان الله، بس اوقات الانسان هيك بتصير معه شغله بيصير بيستفز. فالانفعال الزايد خلال نهار رمضان ممكن يرجع للاعتياد على ممارسة بعض العادات الخاطئة طوال العام وبرمضان أيضاً، مثل تناول الكافيين المتمثل بالشاي، القهوة والتدخين، وأيضاً نقص السوائل وخاصة المي، وعدم انتظام الأكل والإفراط بتناول الإفطار واضطرابات النوم والعادات الخاطئة أيضاً من شأنها أنه تغير مزاج الصائم وتزيد من معدلات العصبية. آخر مرة تفشش بأولادك مشان شو كانوا عاملين؟ كانوا عم يحكوا كتير وأنا متضايق من الحكي. أنا عندي البركة شهادة 2 فدراستهم شوي يعني عصبت بحق طبعا بلا حق عيب. هار الدهان البيت أو هيك التعزين مثلا رايح الدهان أصابنا أتكلف بدهان جديد هلأ مشان هيك عصبت حطيت راسي ونمت. عندي ولد بس هيك أزعر شوي بكره لي يعني هذا على طول لإلك يا حامل الموبايل أيام الموبايلات هي. ايه ليش ما لحقت له العصير؟ مساوي ملوخيه ورز وبده هو عصير ما لحقت له اياه. ايه طلع خلقه لازم يكون بالثلاجه ما بصيكم من دون ثلاجه. يعني لرفيقي يعني كان هيك شغله نقاش بسيط يعني بيني وبينه وعصبت كرماله. بس في عندي هذا الشاب ما بيرص البرغي منيح، عصبت عليه مشان يرص البرغي منيح مشان يشتغل منيح. خرب اللابتوب. هذا خرب اللابتوب ابني. طبيعي. لما عصبت يعني نص كسرت اللابتوب. ولتجنب العصبية لازم يكون في ارتقاء بالدوافع الروحية وأعطاء الصيام معناه الروحي والحقيقي وإعادة البناء المعرفي لمفهوم الصيام والحكمة منه. مساء الخير عن جديد. شهر رمضان مبارك هالسنة متزامن مع امتحانات الشهادات وحتى الجامعات، وبحس الطالب بصعوبة بتنظيم الوقت وخاصة مع الصيام وارتفاع درجات الحرارة، وبصير يأجل وقت الدراسة يلا لبعد الفطور يلا هلأ قبل السحور هيك يلا ساعة ورا ساعة مثل العادة، وبتبلش تتخربط برامجه الدراسية. يعني اللي ناقصهم لطلابنا علميهم يا حجاج انت انه صايم وما بقدر وفي كهرباء وما في كهرباء وشو هالعيشة ولبعد الافطار وقبل السحور. كملت انت كملت وكمان يلا هاي الاسطوانة اللي الاهالي وجعوا راسهم منها اذا عندهم بكالوريا او تاسع او طلاب جامعة.
اليوم برمضان مثل باقي أيام العام الخبراء بيقولوا إنه ما في داعي للقلق أو الاعتقاد إنه الوقت ضيق أو الطالب ما عاد يلحق ولا عاد ينجز المطلوب منه، فبيقدر يستثمر ساعات الصوم بالدراسة أكثر من أي وقت آخر، لأنه الطالب أصلاً بيبقى بعيد عن المشتتات من الأكل والبراد والطعام والشراب. لنعرف الأكثر من الدقة اليوم معنا الأستاذة مريم حاج عثمان اختصاصية تربوية لتخبرنا عن برامج دراسية مناسبة بالشهر الفضيل. أهلا وسهلا فيكي، رمضان كريم. رمضان كريم، أهلا وسهلا. مساء الخير، أهلا وسهلا فيكي. يعني نحن اليوم لقينا كل الحجج للطلاب، حطيناهم كلهم. ورد عم بيقول لي أنا هو ساعدهم أكثر بالحجج، تعود عليهم. ما تخافي، هنا نقضى وقدود. عن جد يمكن ما كتير رح يعجبهم حديثنا إنه لا ما بنقدر ندرس من الآخر. دائما في حجج كتيرة، وخاصة إنه الحجة يعني الكبيرة أنا ما عم بقدر استوعب لأنه أنا صائم. هل فعلا الاستيعاب بيختلف بشهر الصيام عن باقي أيام السنة؟ لا ما بيختلف، وإنما بيختلف طريقة تعاطينا بالموضوع، إنه أنا برمج حالي إنه أنا صايم، معناتها أنا منهك، أنا ما بقدر أتحرك، هي برمجيا. حتى طريقة الغذاء لما بكون طريقة الغذاء عنا سيئة أو ما لا مدروسة منيح، أو نحن بنعمل تخمة بالغذاء، كمان ممكن يكون عنا إنه أنا ما بقدر إني أنا ركز، لأنه الأكسجين اللي عم بيروح كلياته على المعدة، بالطبيعي انه ما يقدر يركز، بالطبيعي انه يشعر بالنعاس والكسل والخمول. فمشان هيك بيقول لك انا ما بقدر ادرس وانا صايم، بستنى لافطر. تمام. طيب طلاب البكالوريا جهزوا لنا حالكم واستيعابكم معنا هلا. هالعشر دقائق ممكن تستفيدوا منها كثير. بقيان 30 يوم واقل. نعم. 29 يوم ليبلشوا يقعدوا على المقعد طالب البكالوريا وتحطوا اوراق الاسئله قدامه. نعم. اكثر رعب، اكثر ويقول له لا اكثر مسؤوليه. معلش. نعم. مش لين اليوم في طلاب لهلا مو فارقه معهم والله، أهليون عم يشكو. أهليون عم يشكو. شو لازم يعمل الطالب من هلا ل 30 يوم؟ هلا فيني اقول انه هدول 30 يوم كوم، والدراسه كلياتها 12 سنه والبكالوريا كل السنه كوم ثاني، يعني هي بكفي وهي بكفي. 30 يوم او 29 يوم بيفصلني عن هدفي، 29 يوم هي فاصل عن اني انا احقق طموحاتي اذا انا بدي احفز حالي كطالب بكالوريا. 30 يوم لشهر انه انا بدي اخذ افتح البوابه اللي بدي بلش ارسم فيها طريقي. اتعب هالشهر او 30 يوم احسن ما اتعب العمر كله. العمر كله. طبعا، وخاصه انه هي فعلا تحديد مصير خاصه لطلاب البكالوريا، انه انا عم برسم مستقبلي وفتت على هالبوابه. لما فتت على البوابه فيني انا اقصر شوي بعدين اعمل بعمل تكتيك. تمام، تكتيك معين حسب ظروفي العائليه وحسب ظروفي كلها. اما بها 30 يوم لازم نستنفر القوه الطاقه والقوه القصوى عنا، لازم نستنفرها تماما، نستثمرها لصالحنا. وعلى فكره رمضان لصالحنا، لصالح البكالوريات، بالعكس ما بيقولوا تماما. رمضان هو خلينا نقول مثل معسكر صغير للصبر، للتنظيم. انا لما بدي اغير اي عاده فيني انا بدي صبر. انا لما بدي انجح بحياتي بدي صبر. انا لما بدي اكتسب مهارات بدي صبر. هذا كله عم بيعلمنا يا رمضان. غير هيك انه التنظيم والنظام احلى من هيك ما في، انه انا عم باكل بوقت معين وافطر بساعه تمام. معينه كلياتهم معي، يعني مو بس انا. فالفكره انه انا عم بنظم طريقه غذائي وكمان عم بنظم طريقه دراستي. طبعا بدنا نقول للبكالوريات انه في فترتين ذهبيات لازم يستثمروها بها 30 يوم، اللي هي بعد السحور بساعة وبعد الإفطار بساعتين. هاي الفترة ذهبية جدا جدا جدا، بيكون أكل وجبته الغذائية كاين تمام، مريح ومسترخي وتمام أموره عال العال، وبيبلش يحسن يركز. طبعا لما أنا بدي بلش بعد بساعة من السحور أو بعد ساعتين من الفطور بدي يكون أكيد أكيد أنا ما أكلت وجبة دسمة اكيد. لانه لو عدت بعد ساعه ساعتين ما رح يمشي الحال وتنهضم بهالسهوله، هي حنحس حالي اني انا بدي نام. ما في حياه انا فتت على الدراسه، لازم اعمل تهيئه للدراسه. لازم اول شيء اني احدد شو بدي ادرس عشان عقل اللاواعي يتبرمج انه انا مثلا بدي ادرس فيزياء. هو لما بيمسك كتاب تماماً. الفيزياء وبيفتح مساله النواسات تمام. ما بينصدم انه لا ما بينصدم فاتح اكيد هو مرقه معه ومهيئ حاله تماما قبل. اكيد مرقه معه ولو كانت قراءه سريعه، وبعدين انه هلا عم بيركزها كعناوين رئيسيه وفرعيه. بعدين انا بدي هيئ حالي مثل ما قلت لك اني انا ادرس فيزياء، لازم ما اخلي قدامي شيء مشان ما اتشتت. هذا العربي هلا بدي ادرس الفقره، الكيمياء بدي اعمل شيء خلص فيزياء 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 تمام. غير هيك اني انا ممنوع اني ادرس على التخت او سرير.
لانه انا مبرمجه انه الراحه تبعي اني انا مستلقيه على التخت او على السرير، فلا لا تقعد على تختك، لا تقعد على سريرك، اقعد جلسه صحيه على مكتب، طاوله وكرسي، مكتب اللي متوفر بالبيت، حتى تعطي ايعاد للعقل اللاواعي انه هو متحفز ومستعد. غير هيك كمان تكون الاضاءه كثير حلوه، لانه الاضاءه خافته حتنعسك خاصه بعد السحور، فتكون الاضاءه منيحه. كثير مهم اني انا اخذ السوائل المناسبه، انه ممكن تكون مو بالسوائل بالمي او بالعصائر، تكون بالخضار بالفواكه لحتى تضل معي طوال النهار، اني انا جسمي محتفظ بالسوائل. هي كلياتها ممكن تعمل عمليه كثير حلوه للطالب انه هو يكون متهيئ. لسه ما فتنا على الدراسه، متهيئ للدراسه. هلا فتنا على الدراسه، كثير مهم اني انا ببلش دراستي باربع مراحل. شو هي اول مرحله؟ هي القراءه السريعه. هلا حتقول لي انه 30، في كثير طلاب بيسالوني استاذه 30 يوم انا بقدر؟ مالي فاتح كتاب. بقول له ايه بتقدر، ولكن نظم وقتك. كيف اني انا بلش اول مرحله؟ اني قراءه سريعه. طبعا انا اكيد عندي يعني خلفيه على الموضوع، ولكن ما عندي تنظيم او ما عندي تركيز بالمفاهيم اللي عم باخذها. حيكون عندي قراءه سريعه. بعد القراءه السريعه، هي قراءه سريعه شو بتعملي؟ بتعملي اني انا فهمت الماده، فهمت الدرس، فهمت المعنى بسيطة. المعنى تماما. بفوت انا بعدين على المرحله الثانيه اللي هي الحفظ. الحفظ اللي انا احط عناوين رئيسيه وبلش جزئ الفقرات لتجزئات صغيره حتى عقلي يحسن يستوعبها وكررها، لانه ما تكرر قد تقرر. التكرار بيعلم الشطار. فالتكرار مو بالشكل اللي بيعرضوه الطلاب الببغائي. نعم، التكرار له استراتيجيه كثير حلوه. التكرار لازم يكون قبل كل شيء. انا قرات، بلشت احفظ، اترك الماده نص ساعه. لانه دراسه علميه المانيه بتقول، اكتشفوها انه انا لما بدرس بعد نص ساعه بنسى نص اللي درسته. بعد نص ساعه رجع احفظ الماده ذاتها اللي حفظتها. بعد نص ساعه، بعد ساعتين لساعتين ونص او ثلاث ساعات رد احفظها مره ثالثه، واخر مره احفظها بعد 8 ساعات. المشكله استاذه انه اللي عم تحكيه بده وقت. تمام. يعني طالب بكالوريا علمي مثلا، خلينا نقول. نعم. رياضيات، فيزياء، كيمياء. نعم. لغات، عربي. نعم. روح للادبي، فلسفه، جغرافيا، تاريخ، مواد كثيره، وعنده مواد بلوكات. نعم. فهلا معه 30 او 29 يوم. تمام. هي الاستراتيجيه كان لازم يبلش فيها من اول السنه. تمام تمام. هلا هو مبلش فيها كفهم، هلا هو هلا انتقل لمرحله الحفظ. هلا اذا بلش بطريقه الحفظ بالتكرار، الاستراتيجيه المنظمه، حيختصر وقت وتعب اللي انت تفضلت فيه. خليني زيد شوي على سؤال ورد. لا. اللي حكى، ذكرتي انه بعد ما حفظت الماده بتركها نص ساعه، نص ساعه برجع بعيدها، بتركها كذا ساعه، ثلاث ساعات وبرجع، ثلاث ساعات وثمان ساعات. طيب انا بهي النص ساعه وثلاث ساعات وثمان ساعات، انا فيني اكون عم بدرس ماده ثانيه، ولا انا لا لازم ضل تركيزي على هاي الماده اللي انا عم بلشت فيها؟ هلا حسب البرنامج اللي حاطه، اذا هو مثلا الفيزياء اللي كلياتها حاططها او اي ماده حاططها، فينه يقعد بهالنهار كامل يحفظ الرؤوس الاقلام العريضه والتجزئات اللي كاين هو فهمانه، ويختم الماده بهالموضوع هذا بمثلا 3 ايام او 4 ايام او اسبوع حسب. أوكي. هو طريقه دراسته. فانا فيني خليها كماده واحده وتخلص معي، يعني ماده واحده بهالفتره هي وتخلص معي بثلاث ايام، وفيني انا ادخل معها مواد ثانيه وتخلص اكثر بمده اكثر. هلا المرحله الثالثه اللي بدي افوت فيها هي التسميع. بعد انا ما حفظت بدي سمع. هلا التسميع حسب برمجيتي انا، كيف ممكن سمع؟ انا بصري، انا سمعي، بكتب بايدي، بكتب بايدي، بعمل خرائط ذهنيه، بسجل وبسمع. كثير مهم اني سجل لحالي فيديو اني انا عم سمع الدرس او عم سمع الفقرات، واسمع حالي واعمل فيدباك لحالي، هيك بترسخ المعلومه تماما. وغير هيك اني انا عم بسمع وعم شوف، وانا اللي عم بحكي الفقره، وانا اللي عم بعمل فيدباك على حالي انه انا غلطت هون، لازم احكي هيك، لازم ساوي هيك، هاي الفقره قبل وهي الفقره بعد. يمكن وقت نغلط ما بقى ننساها بحياتنا. تماما. لما تعمل فيدباك او تصحيح ذاتي تثبت المعلومه تماما، بترسخ أكثر وأكثر. اخر مرحله هي اني انا ساوي مراجعه. بنقول لهم للطلاب عشان يوثقوا بنفسهم اكثر، خذ نماذج واسئله سابقه وجرب حلها، وجرب حلها، حتحس حالك انك انجزت، حتحس حالك بثقه اكثر انه انت خايف من ضغوط اني انا عم بحفظ احفظ بس خايف انا كاني نسيان، وبلكي فتت على الفحص وما عرفت، وبلكي جابوا لنا نكشه، هي النكشه من خامس صفحه بكتاب الفلسفه بالفهرس بالفهرس اللي نسيانها الدكتور او الاستاذ. الفكره من حل الاسئله او نماذج سابقه كثير بتعطي دفع للطالب، وكمان بتعطيه ممكن شغلات سقطت معه بالدراسة
الدراسه ممكن يكتشفها بحل النماذج. واصلا وزاره التربيه اليوم عم تعطي نماذج على المنصات تبعها وبتهيئه لدخول الفحص، يعني بصير بياخذ السؤال بصير عنده بدقائق ممكن يجاوب على السؤال لانه هو متمرن على الموضوع. نحن اكيد بنتمنى كل التوفيق لطلاب التواسع على البكالوريا، طلاب الجامعات كمان اللي هلا عم بيقدموا فحوصاتهم، نتمنى لكم كل التوفيق يا رب. اشكرك كثير على هي المعلومات، يا رب يكونوا استفادوا منها ان شاء الله. شكرا كثير لك وفرحونا بعلاماتكم. نحن ما عم نحكي مثل ما قالت مشلين تخويف، لا لا، عم نحكي زرع مسؤوليه وتحفيز بزياده. ان شاء الله يا رب اهاليكم وانتم بتضلوا من الفرحانين بالعلامات امين ومن الناجحين. التهذيب بالطرقات والأماكن العامة واحد من الأخلاق الحميدة يلي حثت عليها كافة الرسالات السماوية والأديان والعادات والتقاليد، ومن هي الآداب ورد الحرص على الخصوصية وعدم التدخل بشؤون الآخر إن كان بوسائل النقل العامة بالمحلات أو بالطرقات. بفقرة يوم بيوم لهي الحلقة كان في بعض التجارب للخصوصية ولا اختراقها مع زين. يا حزرك، ممكن العالم تتركك بحالك شو ما عملت؟ أكيد لا، فدائماً في جلسات رح تنعمل لينحكي فيها عن شو تغديت، شو بتشتغل، شو لبست، مع مين عم تحكي، وليش عم تضحك، شو يلي باسطك. المشكلة قد ما ضليت بحالك والتهيت بشغلك هنن ما ممكن يتركوك، واللي بنخاف منه إنه شوي شوي ومع الأيام بلا ما تحس تصير مثلهم. هدول الناس لو يركزوا بحالهم شوي بدل ما يركزوا فيك وبحياتك يمكن كانوا أنجزوا أكتر. خلونا نتابع يوميات صرنا متعودين عليها. السلام عليكم. وعليكم السلام. بدي كيلو سكر وعلبة شاي لو سمحت. سكر في شاي ما في، تاخذ قهوة؟ لا شاي ما في. ما في شاي، تاخذ زهورة؟ لا زهورات لا، كمان لا، خلص اعطيني السكر خليني يتيسر. حاضر. ربي يسلم ايديك، شكرا. شكرا، يعطيك العافية. يعطيك العافية. باي عندك شاي لو سمحت؟ وين؟ عندك كيس؟ حطهم كيس؟ شكرا. شو سعرها هي؟ بدك سكر؟ لا يسلم. عندك كيلو ثاني؟ شكرا شكرا. شو سعرها لو سمحت؟ الو هلا كيفك؟ يلا هلا الساعة واحدة على التنتين بكون عندك ان شاء الله. يلا ما رح اتأخر. الساعة واحدة ونص. شو؟ هلا الساعة واحدة ونص. مع مين عم تحكي؟ الو؟ يلا كمل.
مرحبا، معلش اعرف شو في بالكيس؟ اه تمام، شكرا. شو في بالكيس عم؟ شو حاط بالكيس؟ نعم؟ شو في بالكيس؟ شو في؟ غراض؟ ايه. شو هنن؟ قطايف. يلا صحة صحة. مرحبا، معلش اعرف شو في بالكيس؟ بدري جيني بس يشوف شو في بالكيس. يلا صحة صحة. مرحبا، يعطيك العافية، معلش اعرف شو في بالكيس؟ تمر؟ ايه. ليش ايمتى بدك تاكله؟ لا لا لوقت الأذان. الأذان؟ شو طابخين ايه؟ اليوم؟ والله طابخين كل شيء. صحة وهنا يا رب. شو اسمه؟ شو بتشتغل؟ وليش هيك لابس؟ مع مين عم تحكي؟ وليه عم تضحك؟ شو أكلت؟ قديش راتبك؟ لوين رايح؟ شو بدك تعمل؟ مرطوبة؟ ليش سمنا؟ فايق؟ مين عم يدق لك؟ امتى بدنا نفرح فيك؟ ليش ما عم ترد علي؟ كأنك كثير نحفان؟ للفقرة الأخيرة وصلنا معكم مشاهدي رمضان يجمعنا على قناة سما الفضائية. شيف علاء مشلين وأنا رح نستعرض معكم على الكاميرا الأطباق بشكل نهائي. شو عملنا يا شيف؟ سوينا اليوم كباب بالعدس، سويته أنا على طريقتين مثل طريقة المشاوي على الفحم بس بدون فحم، وفينا نعمله كباب يدخل بطبخ مثل كباب الهندي. شكيناه بسياخ وفينا نعمله قطع صغيرة نحطها على جنب، طبعا مع المرافقات مثل ما قلنا البيواز والخبز. هذا الخبز بنكون حاشينه كمان بيواز ودبس فليفلي، كثير طعمته طيبه مع المخللات. على عم تحكي على الروائح شايف انه مو على الفحم، كان ناقص بس فحم بالاستوديو اليوم على الروائح يلي هيك والروائح بتجنن. اذا روائح التبوله كلها انتعاش. قبل ما يحط لها الشيف الزيت كان البقدونس ريحته كتير منعشة، صح، وفعلاً الليمون اللي فوقه كمان عطي نكهة كتير إضافية. ووردتك وردتي وردتي البندوراناية اليوم حطيناهم مع بعض لاسين بعضهم هدول تنتين. أي تمام، سوينا تنتين هاي شكل جديد. يعطيك ألف عافية. كمان شفنا الخبز على جنب حاططه شيء. الخبز كمان هذا شغلنا عيدنا مثل ما عملنا خبز التاكو بس ما حطينا له زعفران، بيطلع لونه أبيض. كمان فينا نساوي بالبيت بالمقلاي كمان. تمام شيف، غير المشاوي مع عدس انت اليوم عامل في لحمه مع برغل، كبه بسياخ بسموها، يمكن كبه على السيخ او كبه على السيخ. البرغل بيدخل بالكبه النيه وبيدخل بالكبه على السيخ كمان طيبه. كمان نفس التقطيعه من شكه بتكون نسبه البرغل يعني قد نسبه اللحم تقريبا، قد نسبه اللحم كمان بيكون متشتش. و دقيقتيها شي مره لا بدنا ندوقها من تحت ايدين الشيف علاء بالحلقات القادمه. شيف علاء هلا كثار من يلي عم يشوفونا ناطرين الحلو يلي وعدناهم فيهم بالايام القادمه. شو رح نعمل حلويات هلا؟ امبارح حكونا عن زنود الست، رح نساويها ورح نساوي المعمول يعني معمول بسكوت الهش ورح نساوي القريبة والشوكولا كيف منصنعها واذا جبناها خام. تمام، يعني اذا جبنا خام كيف نتعامل معها واذا ما في خام كيف منطبق الشوكولا بالبيت. بدنا نعمل كرابيج عارفين انت شكلك بعد رمضان بدك تضل هيك شي 10 ايام كمان عم ناكل حلويات. اذا الاصناف كثير رح نخصص حلقه ما فيها طبخ بس حلو بس او ما فيها ورد ومشلين بس شايف علاء لحاله. بس كمان الحلويات في حلويات غربيه كنا حابين نضيفها مو غلط، البراونيز الابل باي مو غلط طيبين. اكيد شيف علاء ما بتقصر ودائما يعني اكلاتك مميزين بالشكل وبالجوده. يعطيك الف عافيه. شكرا لك. شكرا كثير لك شيف. هذا كان كل شيء مشاهدينا بحلقتنا معكم لليوم. بيتجدد موعدنا معكم 3:30 بكره على الظهر. خليكم على الموعد. باي باي.